نظر قضية الشهيد عدنان الحمادي، وفي الجلسة أحضرت النيابة بعض الملفات الناقصة ومنها الهارد الذي يحتوي الرسائل والمكالمات الصادرة والواردة بين المتهمين وبعض المخططين والممولين للجريمة. وقد قررت المحكمة في نهاية هذه الجلسة هو إرجاء النظر في القضية إلى الشهر القادم لتقرير اللازم في القضية. المجرم من يضغط على الزينات ليقتل، بل المجرم هو من يمول ويخطط. فمن قتل عدنان الحمادي لم يكن هؤلاء عبارة عن أداة المتهمين داخل أداة منفذين، ولكن كان مشروع كبير في استشهاد في قتل الشهيد عدنان الحمادي، مشروع كبير للتخلص من الرموز الوطنية في تعز خاصة وفي اليمن عامة. هذا المشروع الذي يتتبناه قطر وإيران في المنطقة وبتمويل سخي.